أنا سعيد كل السعادة أن أكون في أرض مصر، أرض الكنانة التي، ونردد قول كعب الأحبار عنها أنه من أرادها بسوء كبه الله على وجهه. هذه الأرض الطاهرة، الأرض المباركة، مصر خزائن الأرض كلها، فإن شاء الله دائما محمية وتكون معافاة من كل الفتن. سعيد جدا أن أكون في مدينة السلام في شرم الشيخ ويشارك في هذا المؤتمر الذي ينفرد أن يكون المؤتمر الدولي الوحيد الذي يتحدث عن دور القضاء في الإجراءات التحكيم، ومجرد انعقاده للدورة السابعة منه هذا دليل نجاح كبير. فألف تحية للو تي في وهذا المنصة الإعلامية العظيمة التي نتمنى لها كل النجاح، والمنفردة على الصعيد العالم وليس على مستوى الوطن العربي. كما أشكر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة والتحدث عن آخر المستجدات في قانون التحكيم الأردني، وعلى رأس هذه المؤسسة الإقليمية العالمية معالي الدكتور نبيل العربي والدكتور إسماعيل صديقنا العزيز الذي يقود هذا المركز بكل اقتدار. مشاركتي هذه العام تنصب على دور القضاء الأردني في ظل التعديلات الأخيرة على قانون التحكيم الأردني. لو تسمحوا لي بدي أعطي موجز بسيط على التحكيم في الأردن. الأردن يمكن انفرد على كل مستوى الوطن العربي أن يكون له قانون منفصل من عام 1952، وهو تأثر بالقانون الإنجليزي ولم يتأثر بالقانون الفرنسي، وهذا يعني حالة استثنائية. الأردن أفرد قانون مستقل لتنظيم عملية التحكيم على عكس معظم الدول العربية التي كان، ومنها مصر الشقيقة التي كانت تنظم أعمال التحكيم ضمن قوانين المرافعات وأصول المحاكمات المدنية. يمكن سبق الأردن في ذلك قانون تشريعي فلسطيني سنة 1936، ولكن كان تحت ظل الانتداب البريطاني. فنعتبر الأردن هو أول دولة عربية استقلت في تشريع منفصل. كما لا ننسى التاريخ أن الأردن احتضن أكبر عملية تحكيم سياسي بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، طبعا التحكيم الأشعري، واحتضن جنوب الأردن الغالي هذه مكان هذا التحكيم. القانون الأردني 2001 بني على القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأونسترال، وهي إحدى الجهات الأممية المنظمة لهذا المؤتمر، لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي، ومع بعض التعديلات. ولكن أساساً نقول بكل فخر أن القانون الأردني بني على الترجمة العربية للقانون المصري لسنة 94، فإحنا حذو مصر مع بعض التعديلات التي تتعلق بالقدرات الإدارية وغير ذلك، ولكن بني القانون التحكيم الأردني على القانون المصري في حلته الجديدة المبني على القانون النموذجي. طرأ تعديل جديد هذا العام عام شهر 3 شهر أذار مارس، وتم تعديل مواد كثيرة في قانون التحكيم كان هدفها بسط سلطان الإرادة أكثر ومنح القانون وأطراف التحكيم مرونة أكثر. ومن الملامح الأساسية أعطي القضاء نوعين من الرقابة، رقابة سابقة ورقابة لاحقة. رقابة سابقة تتعلق في إجراءات التحكيم، ورقابة لاحقة تتعلق في منتج هذا التحكيم أو حكم التحكيم وتنفيذه وقابليته للتنفيذ. فمثلا الطعن أصبح على درجة واحدة وليس درجتين بعد حكم المحكمة الدستورية، فصار ينظر في دعوى بطلان حكم التحكيم أمام محكمة التمييز والتي هي مثيلة محكمة النقد في مصر، وأصبحت أسباب مثلا رد المحاكمين محصورة أكثر، ويجب أن تكون على مبنية على أساس جاد وليس أسباب واهية. بالنسبة للمدن وللمدد كمان تم تقصير بعض المدد، وتم منح هيئة التحكيم سلطات أكثر فيما يتعلق بالإجراءات التحفظية. كما تم السماح بالاستعانة بالمحامين الأجانب إذا كان القانون واجب التطبيق في العملية التحكيمية قانون أجنبي. من المسائل الأخرى قضية النظر في بعض الطلبات، سواء طلبات رد المحكمين أو طلبات الطعن في أتعاب المحكمين على وجه السرعة بعد سماع قول أقوال الطرف الآخر. هناك مسألة في غاية الأهمية، مسألة تشكيل هيئة التحكيم.
يسمح للأطراف الاستعانة بالغير، والغير هنا المقصود فيه المؤسسة أو المركز التحكيمي في المساعدة بإجراءات التحكيم أو استكمال تشكيل هيئة التحكيم. في حالة الإخفاق هذا الغير أو تراخيه أو تقاعسه عن أداء هذه المهمة يسمح للقضاء التدخل في هذه الأمور. هناك نص إلزامي جديد في قانون التحكيم يلزم القضاء بإحالة الموضوع للتحكيم في حالة وجود اتفاق بين الأطراف لإحالة النزاع المنظور أمام القضاء إلى التحكيم، ويعتبر قرار هذا القضاء المختص بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب. هناك مسائل أخرى عالجها القانون للتسهيل والتواكب مع متطلبات العصر، منها وسائل الاتصال الإلكتروني والوسائل الحديثة وعقد الجلسات في عن طريق السكايب وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. مثلا في غاية الأهمية قضية التبليغات، صارت التبليغات أن يتم التبليغ عن طريق الوسائل الاتصال الحديثة الإلكترونية وعن طريق البريد الإلكتروني. هناك كانت مسألة في غاية الغموض قضية تثبيت لحجز تحفظي. اعتبر القانون الجديد مجرد توجيه اختار عدلي أو انذار عدلي كما نسميه في الأردن، هذا يكفي أن يكون يثبت المدة المطلوبة فيها في قانون أصول المحاكمات المدنية لتثبيت الحجز التحفظي. زي ما بتعرف يمكن مصر نفس الموضوع، 8 أيام لتثبيت الحجز التحفظي. إذا رفعت أنت دعوة وطلبت حجز تحفظي أو إجراء تحفظي، منها حجز أو تسهيل كفالة أو مصادرة أموال، يجب أن تثبت ذلك بإجراء قضائي. فاكتفى القانون بتوجيه اختار عدلي عن طريق الكاتب العدل بتثبيت هذا الحجز. كمان تم الاعتراف بالحكم التحكيم الدولي دون التطرق للتنفيذ. أنا كان لي الشرف يمكن أني بادرت في قضية تعجيل أو تسريع عجلة تعديل هذا القانون عندما كنت رئيس جمعية محاكمين الأردنيين، وجدت مبادرة من الجمعية لما كنت أترأسها أن يتم هذا التعديل في ضوء التعديلات والتطورات الجديدة، لأن القانون من 2001 يمكن بعد تجربة 7 سنين اضطرينا إلى وبرزت الحاجة إلى تعديله. بعض الأمور ما توفقنا فيها نحكي لك إياها بصراحة، إحنا كنا شوي بدنا نسوي ثورة في التحكيم، ولكن يمكن على مراحل ممكن تصير. بس أهم شيء قضية الطعن، لأنه الطعن لما يكون مرحلتين بعد حكم المحكمة الدستورية التي نفتخر فيها وبنجل أحكامها كانت صعبة جدا، لأنه أطراف صاروا يقولوا لكن إحنا بنروح على التحكيم، صارت زي المحكمة لما يكون في درجتين للطعن. الآن هي محكمة واحدة، والسبب أنه إحنا عيننا محكمة التمييز أتوقع لأنه هي أعلى جهة قضائية في الأردن، أحكامها تخلو من التناقض على غرار. مثلاً لو بنحكي نقارن محكمة الاستئناف بالغرف المختلفة هناك أحكام متناقضة، كمان هناك بعض الأحكام التي تصدر عن الهيئة العامة، يعني عندك لما يطلع هيئة عامة وإن كنا لا نتبع السوابق القضائية صعب جداً أن يكون محكمة تخالف حكم صادر عن هيئة عامة، والهيئة العامة تابعة تكون بكافة تشكيل محكمة التمييز. من المسائل الأخرى أنه القانون نص على مسألتين غير قابلة للتحكيم، وتعرف أنت ما لا يقبل الصلح لا يقبل التحكيم، هذه قاعدة عامة موجودة في القانون المصري والأردني. ولكن بالنسبة للمنازعات العمالية حسم القانون الجديد في تعديلاته أنه لا يجوز النظر في المنازعات العمالية في التحكيم، يجب أن يكون، وهذا حرص يمكن علشان الضمانات الدستورية لحق ضمانات المحاكمة للعامل اللي يعتبر هو عادة في الحالات العظمى هو الطرف الضعيف أمام رب العمل. المسألة الأخرى عقود المستهلكين، عقود المستهلكين المطبوعة مسبقاً ودائما بتكون هاي بخط صغير جدا، يمكن معظمنا احنا ما بنقراه، سواء كان مثلا في عقود التامين، عقود السفر اللي بيكون فيها النظر، يعني بيحتاج يكون نظرك خارق جدا انك تقراه، لم يسمح فيها للتحكيم. العقود المستهلكين المعدة من قبل فهي لا يجوز فيها التحكيم. اتوقع دور القضاء الان اتجه المشرع الأردني أن يكون دور القضاء مقيد، يعني ما يكونش فيه تدخل كثير من القضاء في العملية التحكيمية، وبنلاحظ أن القضاء لا يتدخل إلا بناء على طلب أحد الأطراف. يمكن هذا المجمل يمكن كان عنوان محاضرتي ومداخلتي على دور القضاء في الأردن في إجراءات التحكيم
من تشكيل التحكيم حتى صدور الحكم التحكيم النهائي الفاصل في الدعوة والمنهي للخصومة. وأعتقد أنه كان يعني نقاش كثير مهتمين في الأردن، لأنه يمكن الأردن يعتبر من الدول الطريعة في انفراد وجود تشريع مستقل في ذلك. وشكراً للاستضافة، وسعيد جداً وجودي معكم، إن شاء الله نشوفكم في بلدكم الثاني الأردن قريباً.